بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن من تبعهم من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في الحلقه الماضيه وصلنا الى يعني الجزء تقريبا الـ او الـ نحن قلنا ان سوره النور وصلنا الى سوره النور تحدثنا عن قصه الكفر النسبي من ايه 36 الى 40 ثم الايمان النسبي وصلنا إلى من آية 46 إلى 57 و طبعا الإيمان النسبي والكفر النسبي موجودان في نفس المقطع وذكرنا مسألة الاستخلاف والتمكين التي يعني آخر آية وصلنا إليها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية آية 55 وتحدثنا عن معنى الاستخلاف وان الفهم الشعبي للاستخلاف انه الملك والسيطره العسكريه فحسب ولو بدون عدل ولو بدون صدق وبدون معرفه بدون حقوق بدون تفكر بدون استثمار هذا عندهم استخلاف. بينما الله عز وجل عندما وعد ان يجعل في هذه الارض خليفه لا يقصد الظالمين ولا يقصد المتكبرين وانما المهتدين العاملين بغايات القرآن الكريم، وهذا الاستخلاف اما انه قد يأتي في في شكل افراد او مجموعات، او قد يأتي في شكل عام، يعني هذا الانسان اما انه قد يستخلف مجموعات منه او يستخلف كله، استخلافه كله غير ممكن، لان اكثر الناس اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم للحق كارهون. إن يتبع أكثرهم إلا ظنا ما يمكن استخلاف الإنسان كله، الخلافة التي يراها الله، التي يا أسف يريدها الله عز وجل. إذا فلا بد من التخصيص بأن نوع الإنسان، بأن الله يريد استخلاف نوع الإنسان. هذا النوع متمثل في الأنبياء والصالحين من كان إلى الله. هذا النوع قد يكون قليلا خائفا في فترة وقد يكون مسيطرا له له الظهور في فتره اخرى وقد ويظهر ان يعني او ربما ياتي هذا ربما هذا الاستخلاف لم ياتي بعد الاستخلاف الذي يظهر الله فيه دينه على الدين كله ولو كره المشركون لم ياتي بعد الفاتحون الامويون والعباسيون وكذا لم يوصلوا دين الله لها هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لأن دينا ليس فيه العدل وليس فيه غاية القرآن ولا التفكر ولا الرشد ولا الهداية ولا الشكر ولا التقوى أي دين هذا ليس دين الله هذا دين البشر الذين يعني هندسوه وقصقصوه على ليتفق مع أهوائهم مع عقولهم القاصرة مع طمعهم وجشعهم سم ما شئت أما استخلاف الله لهذا الإنسان فيجب أن ينزه عن ان يكون استخلف امثال الحجاج بن يوسف وابو جعفر المنصور و بعض السلاطين بني العثمان او كثير منهم معظم السلاطين في طيله التاريخ الاسلامي يعني كانت الى السوء اقرب منها الى العدل بالمقياس القراني اما بالمقياس الجاهلي فالتفاخر وفعلنا وفعلنا هذا هذا سهل مقياس الله غير المقياس الجاهلي المقياس الجاهلي يتفاخرون ولو ظلموا شاعر القبيله يفخر ولو ظلمت قبيلته الله عز وجل لا ليس ليس ملزما بالقوانين الجاهليه بل الله عز وجل يلزمنا ويترك لنا حريه الاختيار طبعا يلزمنا بقوانينه ولا يسمح ابدا بان نكيف دينه على ما نريد حتى نكون نحن مستخلفين يعني في نظرنا ينبغي البحث عن الاستخلاف الذي يريده الله عز وجل من القرآن الكريم من وعيه من من وعي من الوعي الذي يبثه القرآن من الكون لأن الله عز وجل آياته مبثوثة الآيات المكتوبة والآيات المرئية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فالأخير الأخير يشكلان دائرة معرفة المعرفة القرآنية والمعرفة الكونية في الأخير سيلتقيان يعني إن بحثت في المادة وجدت غيبا وإن بحثت في في المادة المكتوبة ستجد دلائل علمية وهذه الدلائل العلمية ليست المقصود بها الطبيعية حتى ما يتعلق بالمشاعر بتحليل الشخصية الإنسانية بالمعرفة بكيفية بالمؤثرات على هذا الإنسان من هوى من حسد من من شيطان مسلط من من كثرة خادعة من أشياء كثيرة جدا على أي حال إذا فالتمكين وصلنا إلى تقريبا أنهينا ما يخص الكفر النسبي وفسرنا معنى العبادة يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون طبعا العبادة لها كما قلنا معنى معنى أشمل من الشعائر وقلت أن الحذر كل الحذر أو أن الفلاح كل الفلاح في تجنب الثقافة السائلة لأنها مليئة ممتلئة بثقافة المنافقين والمنافقون أصناف كما قلت بعضهم لا يعرف بل لعل أكثرهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء كررنا هذا المعنى أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون والله لا يشعرون ذكر عنهم لا يشعرون لا يفقهون هذه هذا المنافقين بالمعنى القراني طبعا بالمعنى العام المنافقون بالمعنى العام داخلهم دوائر وتتقاطع معهم دوائر اخرى من المتربصين والذين في قلوبهم مرضا والذين يخادعون الله والذين يبخلون والذين والذين كثير جدا وقد شرحناها في مواسم سابقه على شكل خريطه كما تذكرون على شكل سبوره جعلنا دوائر متشابكه كالدوائر التي تستخدم في العلوم الرياضيه دائره سين صاد عين ثم لها مجموعه عناصر فاذا تشابكت بعض العناصر قد ينتمي الى اكثر مجموعه مثل ما في هناك عنصر قد ينتمي الى مجموعه الذين امنوا بالدائره العمل لان يدخل فيهم المنافقون وينتمي الى الذين نافقوا وينتمي الى الذين كفروا الكفر النسبي فايمانه نسبي وكفره نسبي ونفاقه كلي والايمان والكفر النسبي خطير جدا والإيمان النسبي له فائدة في تكثير السواد هي الأمور النسبية هكذا طبعا بعد هذه بقي مقطع في سورة النور وهو الأخير وهو في صفة الإيمان المطلوب ولو في جزئية معينة لأن الله عز وجل وهو طبعا أتفاصل أتى ما بين آية التمكين ثم يقول بعدها طبعا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون غاية الرحمة موضوع كبير أنا عندي بحث في الغايات القرآنية حوالي عشرين إلى واحد وعشرين غاية والغايات بس ما على الإنسان نفسه ستة عشر غاية لأن بعض الغايات مثل الرحمة لعلكم ترحمون يشترك فيها الله والإنسان بمعنى أنت إن اتبعت شرع الله ترحم في الدنيا ويرحمك الله في الآخرة لكن الشكر مثلا غاية الشكر هو تفعيل السمع والبصر هو في الإنسان فقط يعني ما كيف يعني فلذلك التقوى الإنسان فغاية الغايات عند الإنسان هي الشكر ولذلك الله يقول إنها هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا تفعيل لأن التفعيل هذا ينتج العدل ينتج المعرفة ينتج أشياء كثيرة وفهمها الشيطان عندما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين لم يقل ولا تجد أكثرهم عابدين ولا تجدوا أكثرهم صالح. شاكرين الشيطان يفهم مشروع الله في هذا الإنسان ولذلك كفر عن عناد ولم يترك يعني حجته كاذبة عندما يقول أنا خير من خلقتني يعني ليست هذه حجته لا أبى واستكبر وكان من الكافرين والكبر لا يأتي إلا بعد علم على أي حال فذكر الله بعد هذا واقعت بعد ما مسألة الرحمة ثم يقول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير الذين كفروا هنا هل هو الكفر النسبي أم الكفر الكلي أم كلاهما الذين كفروا إذا أتت في القرآن قد تشمل الاثنين لا تحسبوا معجزين في الأرض لماذا؟ لأنه قد يكون لهم كثرة قد يكون لهم سطوة لا تحسبوا معجزين في الأرض ولكن الله يملي لهم ليزدادوا أثم مع أثمهم الله ذكر مسألة الإملاء في القرآن من سنن الله عز وجل أنه يملي للكافرين ليزدادوا أثم مع أثمهم وليمحص المؤمنين حتى لا يتدلل هذا المؤمن ويرى أني خلاص ما أني مؤمن الله سينصرني لا بد أن تعمل لله فيك مشروع بعد الفاصل سنواصل شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا آه الايه او المقطع الاخير ما يخص الايمان المطلوب في اخر سوره النور من ايه 62 الى 63 تقريبا نعم ايه آيتان فقط انما المؤمنون وهذا ايضا الايمان النسبي عندما يقول انما المؤمنون بس من هذه يدل على ماذا؟ يدل على ان هناك مؤمنون في الخيال في الذهن في الذهن الشعبي يريد الله تصحيح هذا المفهوم عندما اقول لك انا مثلا انما الطالب الجاد الذي يحضر يحضر للاختبار قبل فتره وياتي بالاسئله ويعد نفسه معنى معنى هذا ان الطالب الجاد في في ناس يتصورون الطالب الجاد الذي يلتزم بالدوام مثلاً لا يعني انا اذكر مزايا اخرى فعندما يقول الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه هذا يتعلق بالجانب العملي كما قلت هذا هي الايمان المطلوب في قضيه جزئيه قد يذكر الله عز وجل الايمان المطلوب في قضيه كليه مثلاً مثل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وهم رزقناهم ينفقون هذه في سورة آه نسيت اسم السورة لكن إن شاء الله سأذكرها الآية الأخرى أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم والذين هم ذكر عدة صفات ثم يقول أولئك هم الوارثون فان انما هنا ايضا حتى نسبيه في النسبيه هنا انما هو ذكر نموذج للايمان المطلوب بس في قضيه نصره النبي انهم لا لا يذهبون حتى يستاذنون ويتادبون مع النبي هذه قضيه نحن مثلا غير مطالب او ما نستطيع ان ننفذها الا اذا الا من توفر الا اذا توفر رجل يمتثل خلق النبي وسيرته وكذا وهذا صعب طبعا طبعا ليس هذا دعوه للتفلت يعني عن قيادتك مدير عن قياده مدير مدرسه، مدير مستشفى وما اشبه ذلك، لكن لا ليس له نفس الاحكام. قل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم لم يذهبوا حتى يستاذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين إن الذين يستأذنونك يعني ما يمشوا من الجيش مثلا أو من المعسكر أو أمر جامع وهو عام ليس فقط في الجانب العسكري قد يريد تعليمهم موعظة فيتفلتون هذا لتجارته وهذا كذا وهي فرصة لجمعه إن إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هذا ينبئك عن بعض جوانب السيرة النبوية آه يعني أنهم لم يكونوا يعني نحن نتصور في الذهنية الشعبية ذهنيتنا اليوم أننا لو كنا على أمر جامع مع النبي أما في موعظة أو تذكير أو في أو في التجهز لغزوة أو معركة أو دفاع عن المدينة كما في الخندق نتصور أننا لا يمكن ان نذهب من جوار النبي عليه الصلاه والسلام صح ولا لا ما يمكن لان الصوره كما قلت لكم كثره المساس تقلل الاحساس كما ذكرت لكم مثال بمجاور مكه مجاور الكعبه المشرفه او المسجد النبوي لا تجدهم يعني لا تجد جميعهم ستجد منهم من نعم يلتزم بالعباده لكن تجد البعض بجوار الحرم ذهب هذا الخشوع وهذه الرهبة وهذه هذا الإجلال للمسجد الحرام أو لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام بينما يأتي أحدهم من الهند أو من الصين ويبكي إذا كان في مكة كل وقته في الحرم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله ومن معه نفس الشيء نحن نتصور الآن الذين في الهند المسلمين الهند والصين ونيجيريا يتصورون أننا أو أن أهل مكة لا يذهبون من عند الكعبه. وان اهل المدينه لا يذهبون من جوار قبر النبي عليه الصلاه والسلام والروضه الشريفه، تصورهم انه ليس معقولا. نحن نتصور ان الذين حول النبي لن يقوموا من من جوار النبي عليه الصلاه والسلام، بينما القران هنا يعاتبهم. يقول انما المؤمنون الذين كذا وكذا وينهاهم عن الاستئذان يامرهم بالاستئذان. ويمدح لهم الاستئذان، يعني يمشوا الناس بلا استئذان حتى لو كان امر جامع يعني امر له اهميته اما المعرفيه او العسكريه او حتى الاقتصاديه او الاجتماعيه. ثم يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء الرسول او رفع الكلفه مثل ما يقولون يعني البعض قد وهذا اتذكر ايات في سوره يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون في الحجرات في اول الحجرات نعم هذا ايش معناه؟ هل معنى هذا ان النبي يريد ان يجعل نفسه هاله يعني البعض قد يشكك من دعاة آم إنكار النبوات لا هذا علامة الإيمان يعني مسألة الله يختبرك بحسن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام كما اختبر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم هذا مسألة إيمانية يعني عندما تخضع وتحترم غيرك أو حتى تخضع حتى تسجد له عندما تسجد لغيرك كما سجد الملائكة لآدم هو تنفيذ الأمر الله عز وجل يعني تنفيذ وتعبد تعبد بكسر النفس كفس كسر الكبر وكبس كسر الغرور فالله يعلم الصحابه في شخص النبي بان يحترموه ولا يخاطبوه كما يخاطبون بعضهم بعضا وان يكونوا يعني ان يتعبدوا بهذا القرب للنبي بهذا الخضوع له طبعا الخضوع غير العباده الخضوع المطلوب يعني يعني حتى لو كان لو امر الله بالسجود لوجب أن تفعله بخشوع ليس عبادة تكريما كما سجد يعقوب ليوسف عليه السلام وكما سجد الملائكة لآدم إذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لماذا؟ لأن هذا فيه فرصة للمنافقين أن يقللوا من قيمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يبرر لهم هم يهيئون كأن المنافقين والذين, فيك والذين في قلوبهم مرض بهذا الجهر للنبي وبهذا بعدم تقديره كانهم يهيئون للناس بانه ترون عادي يعني اذا خالفناه اذا ناديناه هو واحد منا نحن وهو على قدم المساواه بس انه مختار من عند الله وعنده رساله يعطينا اياها و... والا ترون المساله سهله يعني. بينما الله يريد من المؤمنين ان يتعبدوا باحترام النبي واجلاله وتقديره و والحياء منه أه ولذلك عاتبهم والغريب ان المعاتبه في اكثر من صورة في سوره الحجرات في سوره النور النور قبل الحجرات في العام التاسع وسناتي عليها هذا ما ماذا معناه أن لم يستفيدوا يعني ان هناك فئه لم تستفد من هذه الاوامر وهي امرهم يأمرهم, يأمرهم بهذا الاجلال لانه في سوره الحجرات رفعوا بعضهم أصواتهم عن صوت النبي طبعاً اختلف من هو فلان أو فلان أو فلان يعني مسألة أخرى أنا يهمني الفكرة الأساسية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً يهربون يعني إما في موعظة أو في الجمع للتجهز للدفاع عن المدينة أو لغزوة أو كذا يتسللون لواذاً وعندهم رسول الله الله يعلم هؤلاء فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وفعلا هؤلاء الذين يتسللون والذين لم يلتزموا عرفنا من القران انهم لم يلتزموا من هذه الايه الى الحجرات يعني من العام على الاقل من العام السابع الى العام التاسع وصور اخرى كثيره يعني واضح ان في ان هناك فئه ليس فئه واحده قد يكون قد يتوب بعضهم و يبقى بعضهم ويضاف بعضهم وهكذا الا ان هذا هذا يبشر بفتنه والفتنه هنا لها معاني في القران متطابقه وليست متباينه منها الفتنه انه ان انك لا تامن على هذا المنسحب هذا المنسحب الذي يتسلل لواذا حتى يذهب لتجارته او كذا وهو الوقت قليل يعني هناك اوقات طوارئ كايام الخندق مثلا في الدفاع عن المدينه قد يتسلل بعضهم او او او, أو امر هام ايات قران جديد نزل محدث آه ما من ذكر من ربهم محدث لاستمعه ويلعبون قران نزل يحتاج الى بيان والى بلاغ ف لا ينبغي أن يذهبوا حتى يستأذنوا هنا كما قال الأمر الجامع الأوامر الجامعة هي المهمة التي يجب أن يجتمع عليها الناس وأن يجب ويجب أن يعلمها الناس جميعا فهنا نستفيد من هذا التفلت أنه قد ينتج فتنة وفعلا أنتج فتنة في المعلومات في ضعف في المعلومات أدى واليوم فتنتنا في المعلومات يؤدي إلى ضعف في الضمير وضع وسوء في السلوك فلذلك البلاء من قديم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام هناك هناك خلل ينبغي أن ندرسه لنعرف من أين أتينا لنعرف من أين أتينا حتى نسدد هذا الخلل ليس بنبش الماضي وإنما باتباع ما في القرآن الكريم حتى نخرج إلى النور شكرا لكم والحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته